دور ده بقى. سيب طلعه بقى اللي بعديها. جمال بيه، في واحده عايزه حضرتك. مين؟ معرفهاش. انا يا جمال بيه. سميره، تصدقي كنا لسه في سيرتك؟ طبعا، ما احنا سيرتنا بقت على كل لسان الايام دي، والبركه في حضرتك وفي الافندي. والله يا سميره، ده جمال لسه كان بيقول عايزين نسال على سميره وزياد. طبعا يا وفاء، هو في زي جمال وشهامته خصوصا مع اصحابه. واضح انك زعلانه يا سميره. سميره، انا راجل بشتغل في الميديا، وموضوع زي موضوع شريف ده كبير قوي لدرجه انه ما ينفعش اتجاهله وما اجيبش سيرته في القناه. وايه كمان؟ يا هاني، مع احترامي لمشاعر سيادتك، بس احنا بنعمل شغلنا بشكل بروفيشنال. انت تخرس خالص، فاهم؟ تخرس وما تفتحش بقك بولا كلمه. لا يا شيخ، وانت بقى اللي هتسكتني ولا ايه؟ اسمع يا استاذ بروفيشنال، شريف اللي انت بتقطع فيه ده هو اللي نزل راعي رسمي على البرنامج بتاعك ايام ما كنت نكر. لا، بقول لك ايه؟ عمرو، انت عايز ايه يا سمير؟ انا بعمل شغلي، وليك عليا لما شريف يطلع براءه هطلعه عندي في القناه يقول كل اللي عاجبه. بص يا جمال، انا قلت اعمل اللي عليا واجي اكلمك الاول. احسن لك تبطل اللي بتعمله ده، احسن لنا كلنا. يا سميره، ده شغل. اوكي، بس انت اللي اخترت. افهم بقى ايه اللي ودانا للكلاب دي. كان في حاجه عاوزه اتاكد منها، اتاكدت منها خلاص. حاجه دي كنت عاوزه اعرف، جمال بعبوك عشان يكسب من وراه ولا عشان التعليمات جات له كده؟ وعرفت. قصدك انهم ما بقوش محتاجين. بالظبط، اللي فوق ما بقوش محتاجين ابوك، هم اللي في ايدهم انهم يلحقوه، وهم دلوقتي اللي حكموا عليه قبل ما القاضي يحكم. طب واحنا هنعمل ايه؟ هنلعب نفس اللعبة بس بالعكس. ازاي بقى؟ احنا كمان لازم يبقى لنا ناس في الميديا، حد يدافع عن ابوك ويوصل صورة غير اللي هم عاوزين يوصلوها. ودي هنعملها ازاي؟ بالفلوس يا زياد، كل حاجة بتمشي بالفلوس.